السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. اليوم عندي فقط واحد الإعلان على مباراة أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودار آخر أجل لقبول الترشيحات 21 يناير 2024، والعمر في هذه المباراة ما بين 18 سنة ل40 سنة، والدبلوم المطلوب لأولوج هذه الوظيفة هي شهادة التقني في البناء اللي تيتسلمها مكتب من مكاتب التكوين المهني. ونوع التوظيف هو أمين قضائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سلم 8. ولكن الخبر الغير مفرح فهاد الوظيفة هي أنهم طالبين غير جوج ديال لي بوست او جوج مناصب، ما طالبينش بزاف. وهاد واللي بغى يترشح لهاد المباراة، وحنا كنتمنوا التوفيق للجميع، واللي بغى يترشح لهاد المباراة راه الاعلان ها هو واضح في الفيديو، ولكن يبغى يترشح غادي يدخل الموقع الالكتروني التالي www.cspe.ma. بالتوفيق للجميع، وكنتمنى أنني دائما نفيدكم فيما هو مفيد. المفكر المغربي يحييكم، وكنشكركم بزاف الإخوان اللي شاركوا في القناة، وكنتمنى اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي يشاركوا في القناة ويدعمونا، وشكرا جزيلا للجميع.